أولا الحديث سابق لأوانه، وإحنا الآن جاهزين. حبيتوا 24، حبيتوا 25، أوني بري، هذا هو. في الزيارة الأخيرة نتاع رئيس الاتحاد الدولي، وقف على يعني نوعية الملاعب اليوم موجودة. الملعب تاع براقي براتيكمون راك متبعته خلاص، انا يعني في اللمسات الاخيره يعني جاهز، نقدر نقولوا جاهز. في قسمتينا لا فان دي موا ديبي دوت يكون يعني يتم تسليمه ثاني جاهز. عندنا باع ربما لا فان دي موا دوت بتاتر لا مي سبتمبر ايضا يكون جاهز، يعني جاهز. حبيت نقول باللي كل ما هو منشآت يبقى زيد لها ان موا ولا دو اللي خاص بلا بلوز، يعني باش تكون لا بلوز براتيكابل. بالاضافه بيان سور التجهيزات اللي راهي موجوده في الجهه الغربيه في وهران ولا في معسكر، حنا نو سون بري. وهذا الامر هذا يعني حتى في اللقاء اللي كان ما بين السيد رئيس الجمهوريه والرئيس الاتحاد الدولي، واللي عبر له باللي الجزائر هي تبقى يعني داعمه للاتحاد الافريقي، وفي امكانها يعني احتضان اي تظاهره رياضيه من اي مستوى كان. هذا هو